السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شاكرة جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل الملوحة. الملوحة هي طبعا سمك، لكن بيتم تخزينه بطريقة معينة شبيهة للفسيخ. قبل كده كان عملت معاكم الفسيخ، حاطه لكم إن شاء الله الرابط في الوصف. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو، إذا ما مشتركين في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد. صراحة ما كان على بالي أصورها، جايين ضيوف على العشاء ملوحة، فقلت يلا بالمرة أنتهز الفرصة وأصور لكم. البداية طبعا جهزت العجين على القراص عشان يخمر، والقراص كمان عملناها قبل كده في القناة، حاطه لكم إن شاء الله الرابط في الوصف أو في التعليق المثبت. يلا نشوف طريقة عمل الملوحة. قطعت البصل في الأول، وهسه هنا خلاص وضعت الزيت على النار. بالنسبة للبصل قطعت 5 قطع من البصل، بس قطعة كبيرة، وأول ما الزيت يسخن هأضيف البصل. كده خلاص الزيت سخن، وضعت البصل، هحركه شوية لحد ما يجري لون ذهبي، بعد كده نشوف بقية الخطوات. طبعا ده شكل الملوحة، هي صراحة بتكون لونها أغمق من الفسيخ. بتجيبوها لي جاهزة كده من السودان. مهم جدا طبعا لما تجيبوها لك تحتفظي بها في الثلاجة، ولو في الفريزر بيكون أفضل حتى ما تتغير، يعني ما يتغير طعمها وكده. بحتاج طبعا لي بعض المكونات مع الملوحة، لكن خلونا نستعرضهم إن شاء الله واحدة واحدة حتى ما نزحم الفيديو إن شاء الله. طبعا هأضيف ماء فاتر للملوحة علشان حلها، وطبعا لازم تصفى. نحركها كويس لحد ما تدوب تماما حتى بعد كده أصفيها. كده خلاص تقريبا اتحلت، لحد ما اتأكد انه صارت شوب بس من تحت. فبعد كده اصفيه على الحلة، واتأكد انه البصل خلاص يعني لونه صار ذهبي. بعد كده هضيف الملوحة. مهم جدا طبعا المطبخ لما يوم تعمل الملوحة يكون الحوض الغسيل ما فيه اي اواني او كده، لانه صراحة رائحتها يعني ما تزول بالساهل، فانتبهوا للنقطة دي. هنا خلاص البصل صار لونه ذهبي. بعد كده هصفي الملوحة. هنا وضعت كوب صغير من الدقيق مع 6 ملاعق من زبدة الفول السوداني، هأضع عليهم ماء أحلهم، وبعد كده أضيفهم لي الملوحة إن شاء الله. هنا كده خلاص أضفت زبدة الفول السوداني والدقيق، القوام بيكون بالشكل ده، هأخلطها، وبعد كده أضيف الصلصة والثوم. البهار الوحيد المناسب مع الملوحة اللي هو الثوم، لأنه ما بيغير معاها الطعم. تغيرت أنا الحاجة اللي بعملها، لكن ممكن في ناس يعملوا حاجة تانية، لكن يفضل الثوم فقط بيكون أفضل. بعد كده هضيف الصلصة، إذا حسيت إنه طعمها ناقص أضيفي ملح، لكن بالعادة ما بتحتاج لملح لأنه أصلا هي التخزين بيتم بإضافة ملح كتير. وفي الأخير هضيف بعد كده خلاص هضيف الثوم، وأخلي زي 5 دقايق وأقفل النار. فات عليك بقول لكم، انا كان اضفتها بعد ما خلطت الملوحه، اضفت قطعه واحده من الشطه الخضراء، واضفت نصف ليمونه. كده خلاص الملوحه صارت جاهزه، بيجيها الطعم جميل جدا جدا. طبعا هي بتتاكل مع القراص زي ما قلت لكم. ان شاء الله في نهايه الفيديو نعمل قراصه وتشوفوها في صحن.